نكمل موضوع الاي سكوير سي. في المحاضرة اللي قبل هذه وصلنا متحكمين عن طريق البروتوكول اي سكوير سي. عندنا مثال ثاني توصيل متحكمين. نفتح الدائرة اول شيء، عندي نفس الدائرة اللي قبله ولكن اضفنا في السليف شاشة LCD. اول لو تذكرون في الفيديو اللي قبله خلينا الماستر اول ما يرسل امر يجي السليف يشغل الليد على حسب الامر، اوكي. الان راح نسوي تطبيق ثاني، انه بيكون عندي الماستر بيرسل بيانات للسليف والسليف راح يعرضها، اوكي. نشوف الكود حق الماستر اول شيء. هذا الكود حق الماستر عندي، هذا المين فانكشن. في اول شيء تعريف الاي تو سي وحط الكلوك 100 كيلو هرتز. بعدين هنا عندي من خلال هذه الداله استدعي هذه الداله وارسل حرف الاس، اوكي، كاركتر اس. بعدين انتظر 500 ملي سكند، بعدين استدعي الداله ثاني مره وارسل حرف الـ A وهكذا، اوكي، ارسل بقية الحروف. نشوف هذه الدالة، عند هذه الدالة بسيطة جدا، تستقبل قيمة واحدة اللي هي قلنا البيانات اللي بنرسلها، اوكي. اول ما استقبل هذه القيمة راح ترسلها عن طريق البروتوكول I2C. فهذه الدالة في البداية عندي، عندي اول شيء I2C start بداية الإرسال، بعدين عندي العنوان حق السليف، قلنا المايكرو كنترولر سليف، هذا راح يكون له عنوان، واخترنا العنوان، عندي هذا العنوان، حطيته في constant سليف address، اوكي. فعندي أول شيء بداية الإرسال، بعدين أرسل العنوان زائد آخر خانة بتكون صفر اللي هي الرايت، لأني بكتب السليف برسل بيانات. بعدين عندي ارسل بيانات، قلنا هذه البيانات راح تجي عن طريق هذه الداله اللي برسلها من المين فانكشن، راح تجيني في هذا المتحول هنا راح استقبله وارسلها هنا. بعدين عندي النهايه ستوب، اوكي. طبعا كود الماستر بسيط جدا، بس الاشكاليه في السليف. نشوف الكود حق السليف، اول شيء عندي هنا اقطاب ال LCD اللي موصله في السليف، موصلين من القطب B2 الى ال B7، اوكي. عندي هنا ال LCD في السليف، بعدين هنا عندي طبعا معظم البقية أكثرها شرحناها، أوكي، بس في إضافة بسيطة جدا، أوكي، اللي هي إن بنعرض البيانات في ال LCD وبس. نفس الكود بالضبط اللي شرحناه في الفيديو اللي قبله، ولكن نشرحه بشكل سريع. عندي أول شيء هنا constant ثابت اللي هو الأدرس حق الجهاز حق السليف نفسه، أوكي. بعدين هنا عندي unsigned short متحول، قلت اول ما اسوي كلير للبفر راح احط القيمه هنا، اوكي. فهذا بس ما راح يعني استخدمه، ولكن راح استخدم الكلير فقط الكلير، اوكي. فهذا الاستخدام حقه الوحيد. وهنا عندي البيانات المستقبله راح اخزنها هنا، عندي متحول من نوع بايت. بعدين عندي فلاج، قلنا اول ما تجيني بيانات من الماستر راح اخلي هذا الفلاج بواحد في المقاطعات، اوكي. بعدين هنا عندي من خلال هذا التعليم وش راح اسوي؟ راح اسجل العنوان اللي اخترناه للسليف، اوكي.
فأنا من خلال هذه الطريقة راح أسجل الأدرس اللي حطيناه هنا، اللي هو قلنا هنا بالهكساديسيمال 0x0x60. أوكي كده خلاص بيكون عنوان السليف هذا. أوكي بعدين عندي قلنا أول شيء نحط no collision أوكي في البداية، طبعا نفس اللي شرحناه في الفيديو اللي قبله ولكن بشكل سريع. وهنا عندي no overflow، هذه التعليمة راح تخلي في البداية no overflow. أوكي بعدين هنا عندي تفعيل الطاب السيريال داتا والسيريال كلوك. بعدين هنا عندي قلنا هذا يسوي ريليس للكلوك. بعدين هنا عندي نختار المود، نحن اخترنا المود طبعا I2C slave mode و 7 bit address. اوكي بعدين هنا عندي افعل مقاطعة ال I2C، وهنا عندي افعل جميع المقاطعات. خلال هذه التعليمة أفعل جميع المقاطعات، أحط آخر شيء هنا. أول شيء قلنا هنا أفعل مقاطعة الـ I2C، يعني عندي استقبال بيانات راح تجيني مقاطعة، وهنا عندي أفعل الـ Peripheral Interrupt. بعدين هنا عندي أفعل جميع المقاطعات، هذا راح يفعل لي كلها. بعدين عندي تعريف الـ LCD. بعدين عندي لما انزل للمين فانكشن عندي هذه الدالة اللي هي دالة التعريف شرحناها. لو تلاحظون هنا ما حطينا في دالة التعريف، لما نرجع هذه معلومة مهمة، ما سوينا الـ I2C وما حطينا التعريف. اوكي ليه؟ لأننا قاعد نختار النمط عن طريق المسجلات. اوكي فعشان كده ما استخدمنا التعليم الجاهز، لان كده نحن راح نسوي السليفر الخاص بنا. فهنا عندي اول شيء اذا رجعت المين بعد دال التعريف، هذا خلصنا من شرحه، عندي هذه الرساله في البدايه اعرضها. بعدين هنا عندي يعني حط مساحه فاضيه اوكي في السطر الثاني، لاني قلت احط مساحة فاضية لاني ابغى اكتب بعد. اوكي اذا شغلنا المشروع راح نشوف فائدته، اذا شغلنا التطبيق راح نشوف فائدة المساحة هذه. اوكي بعدين عندي الانفينيت لوب، دخل عندي اف ستيتمنت شرط، اذا هذا الفلاج جاب واحد ادخل في الاف ستيتمنت. قلنا هذا الفلاج ما راح يجي بواحد الا اذا تم استقبال بيانات في المقاطعات. اوكي نجي نشوف، نروح للانترب سيرفيس روتين. من اول شيء جديد مقاطعه الاي تو سي، اصفر العلم، بعدين اشوف هل لاست بايت اللي استقبلنا هو بيانات ام لا من خلال هذا البت، اذا كان واحد يعني بيانات. اوكي فاحطه في المتحول، اقرا البفر اللي قلنا هذا البفر بيكون فيه البيانات المستقبله والمرسله، فانا احدد بهذا البت انه تم استقبال بياناته. اوكي فانا احطه في هذا المتحول، بعدين اسوي كلير البفر. قلنا اوكي عندي هنا متحول اسمه temp يساوي البفر، يعني اسوي كلير البفر، بعدين اسوي الفلاج بواحد. اوكي كده خلاص هذا الفلاج جانب واحد، يعني في المين فانكشن راح يتحقق الشرط حق الاف. بعدين هنا عندي اسوي كلير ايضا البفر، بعدين عندي هذا الفلاج اذا جاب واحد يعني عندي بيانات، وش اسوي؟ LCD car CP current position، يعني اعرض لي البيانات المستقبله من الماستر في شاشه ال LCD في الكرنت بوزيشن. فهذا فائده المساحه، انا حطيت هنا مساحه فاضيه لاني ابي الحروف يبدا بعد هذه المساحه. اوكي فهذه فائده المساحه اللي هنا، فالكرنت بوزيشن بيروح عند الموقع الحالي اللي هو هنا بعد اخر شيء كتبته. انا حطيت مساحه فاضيه ما ابي يبدا من البدايه، فبيجي هنا بعد هذه المساحه راح يكتب. بعدين عندي في النهايه وش اسوي؟ اصفر العلم عشان اذا جتني بيانات ثانيه يستقبلها. اوكي فلا بد اني اذا نهيت الامر اصفر العلم. نيجي نشغل،
تابلت، هذه الحروف اللي ارسلناها ال S A M E E R بعدين O K. طيب نغير، نروح الماستر، طبعا الماستر هو اللي بيرسل السليب عليه انه يعرض هذه البيانات. نروح نغير الكود حق الماستر عشان نرسل بيانات ثانية. نرسل مثلا اتش أرسل hello guys. اوكي هنا دبل ال عفوا hello بعدين باقي لي حرف واحد كده عندي أرسلت هذه الكلمة hello guys. أسوي build كده عندي طلعت العبارة hello guys. نسوي هنا مسافة، نرجع الماستر أبي بعد العبارة هلو هنا بحط مسافة. اوكي ما عاد يرسل فاضي بس مسافة. فهذه الطريقة عندي كيف أقدر أربط متحكمين عن طريق البروتوكول I2C، نفس المثال اللي قبله ولكن دي المرة ربطنا شاشة LCD مع السليف وأرسلنا بياناته وعرضناها في LCD.